لاعب من وفاق الا ومعه اثنين ثلاثه من الشبيبه. يعني لياقه بدنيه معتبره، بريسينج يعني تكتيكي رائع. بينما تدخل الدفاع في اخر لحظه من كره من امام الطواهري، تبقى هذه الكره لفريق وفاق سطيف. سلسله من المراوغات، فراحي لطواهري، طواهري يعود الى الوراء لكن بعيده مسعود ضايعه تماما. نعم وصلت سلسله من المراوغات فوق داخل الميدان وخارج على التماسح، يكون فيه ايضا سلسله تغييرات. التغيير الاول من جانب شبيبه القبائل، خروج عواد سيد احمد يدخل في مكانه بزوين فريد، اما من جانب وفاق سطيف خروج طواهري امين ودخول جحنيت اكرم رقم 30. اذا طواهري يغادر وجانيت ياخذ مكانه. اظن هي تغييرات منصب منصب، يعني منصب ما فيش منصب ووقت التغييرات هذا هو. هذا من جانب الوفاق. التغيير الموالي من جانب شبيبه القبائل، عواج قدم مكان منتظر منه لكن لم يكن كافيا، وبزيوان ياخذ مكانه. الوفاق عاود رجع قرمي كمهاجم صريح لمحاولة استغلال المساحات وسرعته. وقرمي بهذه الكرة على الجهة اليسرى، تفوق عددي من جانب عناصر الشبيبة، صعوبات يجدها جانيت. قرمي فراحي، ممتاز هذا اللعب، خطير هذه الكرة. جانيت سلسلة من المراوغات وما فيش متابعة بينهم. هدف يسجل من بالعمري ضد مرمى جانيت، يدخل يراوغ ويتمكن فريق وفاق سطيف من افتتاح باب التسجيل. العلامة الكاملة لجانيت وكذلك قرمي مع تبادل كروي ناجح، بينما اعتقد ان الصدقاوي هو من كان وراء تسجيل الهدف ضد مرمى، بينما العمل الكبير كان من جانب جانيت. شوف اللقطة المعادة، سلسلة من المراوغات في مساحة ضيقة جدا من جانب جانيت، يدخل منذ ثواني قليلة. شوف تمرير هذه الكرة، قرمي لجانيت، يراوغ ثم يراوغ ثم يمرر، بينما رماش هو من يسجل ضد مرمى. شوف اللقطة من جهة أخرى، المراوغة على مرتين، التمريرة ورماش.